أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 162 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من صباح يومه السبت، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 5873 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 56134 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفقا للمصدر ذاتها 2389 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 186. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذت السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.